بملحقة عمالة إقليم أوسرد بالداخل تم تنظيم حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم على مستوى الإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وجرى خلال هذا الحفل تقديم رجال السلطة الخمس الذين التحقوا أو أعيد تعيينهم بالإدارة الترابية لإقليم أوسرد. وبهذه المناسبة أكد عامل الإقليم في كلمة أن هذه الحركة الانتقالية تهدف إلى الارتقاء بعمل الإدارة الترابية، وحث رجال السلطة المعينين على العمل بجد وتفان ونكران للذات في سبيل النهوض بإقليم أوسرد، داعيا إلى تنسيق الجهود ومد أواصر التفاهم والاستشارة مع كافة الهيئات المنتخبة والإدارية ومختلف فعاليات المجتمع خدمة لساكنة الإقليم.